الدكتور عبد الله دكتور يتميز باستخدام أحدث التقنيات ليفيد طلابه، لكن ما زال يحضر طلابه يوميا بشكل تقليدي وممل باستخدام كشف الأسماء الورقي. وبما أن التحضير ورقي، كل يوم لازم يدخل البيانات إلى النظام يدويا بعد انتهاء المحاضرة، وهذا يتسبب في ضياع وقته وجهده. لهذا احنا طورنا منظومة حاضرون لتحضير الطلاب باستخدام تقنية RFID. المنظومة توفر لكل طالب بطاقة جامعية مصممة لإرسال موجات راديوية يتم التقاطها بواسطة جهاز مثبت داخل القاعة، ويقوم بتسجيل الطالب لحظة دخوله إلى القاعة ومعها البطاقة، ويتم عرض اسمه وصورته على شاشة كبيرة داخل القاعة. خلال المحاضرة يقوم النظام بتسجيل خروج الطلاب وعودتهم، ويسجل المجموع الكلي لحضور كل طالب، بمعنى إذا حضر الطالب الحد الأدنى من وقت المحاضرة يتم تحضيره مباشرة. الجميل إن المنظومة مربوطة بالنظام الأكاديمي الخاص بالجامعة، بمعنى إن بإمكان المنظومة الوصول إلى بيانات الطلاب ومواعيد المحاضرات ورصد نتيجة الحضور بعد ما تنتهي المحاضرات تلقائياً بشكل فوري ومباشر وبدون أي تدخل يدوي. وفي نهاية كل محاضرة يصدر النظام تقرير مفصل بأسماء الحاضرين وبياناتهم ليستفيد منها المسؤولين في الجامعة بالشكل المناسب. لا، وبعد يوفر شاشات لعميد الكلية والمدراء والمسؤولين تعرض لهم كل المحاضرات الحالية لإطلاعهم على كل التفاصيل في التو اللحظة بشكل تلقائي وآلي بالكامل. والأجمل من هذا كله أنه يمكن استخدام البطاقة في نشاطات أخرى مثل فتح بوابات مواقف السيارات أو الدخول إلى السكن الجامعي أو حتى استعارة الكتب. الحين يقدر الدكتور عبد الله يركز على تعليم طلابه دون عناء التحضير. انضم إلى عملائنا وخلي التقنية تعزز نجاحك. المؤسسة الآلية الحديثة عندما تلتقي التقنية والإبداع.